يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أيها المثنى، العنصرية اليون الهراكي الكفن المجتمع ويسخسر ستوداثينس ذين اكتشتثن ولون وذين اكتمزيقن تيمورا العنصرية ذي البغيضة ميت مثلي كرهت ربيعي كرهت النبي صلى الله عليه وسلم مذموما اسم ياس دعوة الجاهلية تجاهيل غس أقلاض القرن الواحد والعشرين، ولكن ما زال غلا نتعيش ذكرى للعادات التجهليه. الى ادم غيري انشتكي نزدخر لخطرنا باش اثاث نوايا واثنا رقع. العنصريه يا حرمي صربيا في جميع الاشكال ينس، ولي لقرا الانسان هذي جبل لا غير جبل ديس لا غير اصلي ينس لا غير لون من البشرى ينس لا غير فاميل تنس لا غير الدافينس لا غير مورفينس. العباد ربيا كيف كيف إذا كانت ريت باش هادو غايين دات مثلا إلا قل آفي كانا لهنا كاليوم ولا إلا قرانا ديالهم ديال الوقت كاليوم يكزاد العلم يتقدم الوقت فهمنا أين ديننا ربي أين ديننا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألف مثلا أين يعلان المجتمع النغر يفرد نهضر ماشي غير العنصرية ما في اللون الكوذب أفركان هذي يحمل أفركان نغش بحال هذي يحمل شبحال هذه اليوم العنصرية ذي اللون من البشرة نال هذه اليوم أتي العنصرية ذي تمور غفير، ولكن أي مثلا أين يتعيش المجتمع النظر يوم الداء إن حامد قزورة نطاس ثقيد إلى عمد أدير المنداديش بلي أقرار ذي العصر من العلم ذي العيد ذي العصر اللي ينفهم أين دي النار بما يدينا النبي صلى الله عليه وسلم ولي لقرانا تنج أدت سلحو أدي لحو لهلك أجيوم أي مثلا ازدخل للمجتمع لهلك أجيوم تصفيت ذين إقفاق المجتمع من الصف إفرق ذي الصف أبدا إلى الصف أفلا أكام إذ قسما إذ فرقا يعذون ربي مقفلة فغن دي ثمور ثقيم جن ديون يهياكي ألي الحو ذي العصر الرويض ألي الحو ذي الجيل غرويض ذا ذاسي سفهامي تميس أكام الذي يحوث مسانت، ولكن أني ذا مريليا أميس تمورثي أميس تدافي أميس ذقمك من آدم مو إلا الذي نسيم ذقمك من آدم ما ذقنا الذي نسيم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الذي قال إنما المؤمنون إخوة أنشتقنا وإلا قال ما ذي لهم خيرا الشق إيجارك ذقمك العبد المحشين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يفكي يا الدين باش أذي يجمع الشمل العباد باش أذي العباد ذات مثل يقرض إنما المؤمنون إخوة كغيث مثل إذن ثاء عنصريثة والجزران ذاتيهم أي خطر وتقبير ربي وتقبير النبي صلى الله عليه وسلم وتشوث العبد ذي ثو ذات نس أذي لنبغوض أسيزرع سيد ربي يون البغض قلوا لما نذكر المرة يغلو ذي مستدى كان خطر جبد باش هذي فرق فسد ويثورو هذي فرق يكشن غريش الوسو هذي فرق المجتمع وأولا خاف من بابيس هذي عقيب اليوم لو كان أذي يزوم دار مرة زماني سكوا ذا ديوزو لو كان هذه الزل هذه تزل قد قاسو لو كان هذه تحجون ذنون أي العمر اسم الرنة هذه تحجون لو كان هذه تصدق أكو أي نساء كامل ويتسع الديار الزفا ربيا أثغم ميث مرة يغم ميث مرة لهلك قيل العنصرية خير ذي جي مرة يروح أباء المنثور وثيب تسيب ربي ضر جهنم كغيث مثل تصل عبادة للسوالي ذي العصرنا أن الحوث الحوث العنصري دخل إثامنا نسل أي مثل شوي جاني سلاس عيشن يخبط ازدخي
إذا نسل دخل إيش ما نسل في ثلاث درنا أي مثل أمدا مقرنا أمدا مشتوى حاشا قال يا رحم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما عرف صورنا مجوال وغيث مثل يكخص خدمنا اشتغل إبليس عليه لعنة الله يمرض سيد ربي بدجا دي سجد لآدم الناس سجد غارة الناس كين أخر كين الناس إنسان خلقت لقوشان كين خلق ذي ذي ثمس ولكن السجين أنت ما قاعد ذي العباد اللي غادي يخلق سيد ربي الوكائل ولكن مازال الخدمة خدمت عنصر ترى فرق اللي قال بدن مركينين العباد يتظلان العباد يتحجون العباد العباد يدي تفن نشوف لا يخدم دينيش ولكن ألي ليس ما قال ألنيش عنصر اللي تولي في القبرين مخل ما تسم خلف أنت القبرين وجينا صف أفلان ساعات القبر صف قدام ساعات القبر أكي قاتل القبرين سن أكني نشرح وتحجون أكني نشرح وتظلم أكني نتجار أكني نتلمس أكني نت إز إل سعدين ثلاثة سن وذي جعل العفد إلى دع عنصر أبي يعمل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إلى هذه ضرب اليوم دوني تيش أتي تورا ولكن لا خافينس إحاقيس لا خافينس أذي أقل بلين خريخ ذي مرة يرطي تظلي الزكاة دصهم ذي الحيج ذي صدقيني يبغوي خميت مرة الصفطرست إيه مثل أثعون صوريت له لك اليوم ذا إكش من دك زورا للمجتمع حشيك أذي رحم سيد رب الخالق سبحانه وتعالى يقال سيد رب قويس عزيز يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم العباد دوني ثاقيت بلين ذي سعبيون فبذون سعبيون مثل حواء آدم ولاش كان الفرق الا نجرون ولاش كنتي غتحصل ديما نيك الدهبسه تخلط ويظن هذا السكر فانا شو شو كانت ادي تصور الخضري ارجع للطفط الى ذا الخيار دغون الخيار دغون غير سيدي ربي ان اكرمكم عند الله اتقاكم الخيار دغون الخيار دغون التقوى ذا الايمان ذا العمل الصالح التقوى فقط حاشا الايمان اكد العمل الصالح رس شيء رس يدريني رس سدري رس حيني رس س س س س فاميلتين رس أك وتسعدي ذرة حشش التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم سيدا بدي قال إنما المؤمنون إخوة إن المؤمنين ذي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بين عربيين وعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى ولش الفرق غير وبركان دوش محن ولش الفرق غير وعرب أو ذي الغير نس إن حشش التقوى يعني نس الإيمان بالعمل الصالح إذا ولش النسب ولش إذا من ولش النسب ولش الحسب ذي الإسلام أكان مثل كل مرة دين سيمن اسم النغ لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا وجدنا الناس بنا لا إله إلا الله محمد رسول الله عنصر ويزرر الرحمن بقول يستخدم التصفي ويزرر الرحمن سيد ربي ويزرر الجنف على خطر يفرط في هذا العباد سيد ربي أتسعيش بدوث الدشرة ولكن وإذا نقول لك نغير جهة النينس أذني حشب دي براني أنا ما كنا أثني تسيلة أذي تعاملي سنة أماكن دي براني يعرف ذا قيني يفرق وين يجمع سيد ربي سيد ربي يفكاد الدين بشد يجمع ويون من الدين إنسان يخشم ألي فرق كان ألي فرق كان سن أكني آثي فرق سيد ربي وين يحمي أكني آثي فرق سيد ربي مرة أكو وين يسمني كان مثل سلمان الفارسي يروح يديث مرثنا الفرس صهيب بن سنان يروح يديث مرثنا الروم بلال ابن رباح يروح يديث مرثنا الحبشة يشوف مثل سيد ربي غير الجنة ولكن أبو لهب الهاشمي القرشي إذا مسنا النبي صلى الله عليه وسلم جهنم مثيشان على خطر ذا وربي سلمان الفارس رضي الله عنه يقرد مكدينا ينذ لا أبي الإسلام لا أبي اللي سواه ففان ذا الإسلام أسعي غارم من غير الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا أهل البيت سلمان دي روح دي مرثا خرسان ذي الفرس هذا قال سلمان إنو أقو خاميو خزار كان مثلا كل إنسان مؤمن يتيك غير النبي صلى الله عليه وسلم ولش إذا من ولش كرا حكنا الشيخ ناس ذلك يصير تعبد ولكن استقوى الكامل مثلا أعنصري وين استخدام تصفيط الشيطان للمجتمع ويسعى لنا مكان داخل المجتمع أذي سيد ربي يبغضي النبي صلى الله عليه وسلم يبغضي المؤمنين أذي تبغضن أبو ذر الغفاري رضي الله عنهما وأرضى خزر فيه مثلا يلقب بلال بن رباح اللي يسمي استفاكات ذين تظن بلال بن رباح الحبشي بفاكان يلقب أبو ذر رضي الله عنه اللي يسمي استفاكات يروح يشتكي يسأل رسول صلى الله عليه وسلم للسولز لأبي ذر الناس يا أبا ذر الناس ما زال ذيك تجهلي إنك امرأ فيك جاهلية ما زال تجهلي ذيك ثعن صريت ما تصفي تجهلي أيه مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمه ذي الخلفاء نس أذ يروح على العبد الأغر أو
طاووس سينا يا أمير المؤمنين عليك سرجون فران يروح فلان يروح فلان يروح فلان إني شو لكن إلا الذي نعرف سرجون دعنا بلال بن رباح أكسرج سهيب بن سنان أكسرج سلمان الفارسي أكسرج عمار بن ياسر ولكن عمر الفارق ذا شو على سينا روح سكشمد عمار سكشمد سهيب سكشمد سلمان سكشمد بلال إني فقفر التابوث سكشمد كم ويك إما فنجي كامل احمي بن ربي سبحان الله كما قلت مثلا أدي روح بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أثياء الحال دخلوا نجمع عيس نجمع ذي المجلس الشورى ولكن ما أدي زر بلال بن رباح يكشم على ورس ذي شو على سينين أسيا من مرحبا بسيدنا بلال مرحبا السيد السيد النغ بلال بلال بن رباح ذي السيد كان اسقرني مثل يعني اسقر ابو بكر الصديق قال ابو بكر سيدنا واعتق بلالا سيدنا بلال بن رباح سيدنا اسيني مرحبا بسيدنا بلال اسيني مرحبا بابي عبد الله اسيدي سقم الغرس اسيني يا اسكندر غوري يا اسكندر غوري اعو صوري غير مثلا يحمل على ربي اعو صوري يفرق داخل يشم داخل قولون العباد يفرق غير عباد اعو صوري الدائم كرب وين تفض يخص خلاف تصفيه ما تفض يموت ذم دلو تفض يموت تفض يموت جد وإذا نير فيك إكحمل لكن تفض يموت وحلس الدنيا أتي برا وذ جهنم في سرجون الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم وين أين يدعون أن يسعون تصفيه يسعون العنصرية إن من جثي جهنم جهنم في جهنم ناس رسول الله ما يظن ما يظن إن يسوى إن صلى وصام وزعم أنه مسلم غاشي الظلم غاشي وظام غاشي دعيما مسلم سيب لو كان دي يصوم مرة الحياة نس لو كان دي تظل دي الدقواس لو كان دي حجم يبرد أين يبغوي أين يبغوي عشي دي دوني في حج ديس كل شيء يحج دي العمر اسم الله دي الحج لو كان دي صدقه كوين يسعى مرة ويسعى دي الزطر دي الجهنم على دي جن على خطر ذا عنصر يفرق غير المؤمنين إذ مثل لا عمل دي نسمع ركا يخدم كم لك وذي روح أثي ووضع هباء المنثور وثل القصيدة ربي ذا الجهنم كان يتمثل نكون يغدر المؤمنين نكون مؤمنين صادقين إن شاء الله أنحمي الدين النغ دين النغ يوم رغد بشان السبليل ولون بشان قيم ذات مثلا إنما المؤمنون إخوة أنحمي الدين النغ أنحمي الثمر النغ أنحمي الثذوك للنغ سوي جهر ذا حمل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذات مثلا للدين كان يتمثل إذا العنصرية تسيين اكتشتثن ولون تسيين اكتمزيق انتورا تسيين اكزرد عن البلانة ولون تخاف تاسيه مثل نسخ ثلاثة البلاد وثل محمد دوني وثل محمد الأخر أين تبغو تعيش في دوني ثل قرار رسم الخضر ولكن عقل الأخر فيك باللي تبركات أكرب وين يستخدم من تصفيه كامل مثل أحسب الميزاني نكت الدين سيد ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله كامل مثل أعقل بالله كل عنصري كل عنصري أي استخدام التصفيق التفق دائما يفشل ذي دونيث ويسعى لك الحظ سنة ديفان اسم 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 دائما يثيس ربي في أسفل سافلين دائما يتوازن وينجي حالا ذي ثوذة ثمسين يفغو يشعو ثين يفغو يكسبا يفغو ولكن يتوان ضر يسم اسم أما ليس فيه سيس فكسي ربي البغض غير ولا ونمدنا ثكارها المرة على خطر ذا عنصري من فرق فرق قدر بدل ويسعو يزمير لنا بيسعو أمكان ذي ثوذة ثمس ولكن أدي يزل غير في مسات العنصري غير في مسات التصفيد باش هذا يفرق غير غير وث مثل الديو التمورث الديو التدات الديو الدين أدي فرق كالس باش أدي جعل أدي سعون أدي سعون اسم وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وماش يخدم على الميزان العبادي وليس عالم يسم وليس يخدم الغشي العباد الوزن وليس يخدم سيد ربي الوزن تخاف ذا سيد مثل البلاد تاع عنصرية أنا عقيك نتاف العباد يغرى العباد إذا سبان نفهم ولكن استخدام تاع عنصرية نتاف العباد يتظلان حاملين القرآن الكريم كتب عن بريد الدين ولكن استخدام تاع عنصرية إذا قاد عقيم بلي مثلا في عارك راخد من القرآن الكريم ذي ساعة لكن الدين ذي أز دي الدين ذخص من سنة كم الزفر ربي سبحانه وتعالى تخافس الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها ممتنة تخافس إذا جيت مسخ ثقيني وفابيش وين تسخ من دائما يمسخ ذي القدر كان يت مثل وين سعر المكان ذي ثو ذا ثنس يفشل ذي ثو ذا ثنس أدر حد يزل غل عنصريا باش ذي جعل ذي سعر أمكان وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وين يخدم على أمكان ويسعر أمكان ويسعر المكان أدي سجل كان إيمان يسجل في استمد اللوث أدي سجل لوسخ ذي القدر العباد مذمومين دوني فرق غير العباد مذمومين
مذمومين مادام لا دي دونيت مادام ومذمومين ماذا قلنا مثل كم مثل والعباد يستخدم نتاع عنصري عاد اثني يحسب العبد بلي مثل اقري هذا المثل الله اكبر كم مثل عنصري مبغوض مبغوض دي دونيت العباد مره غلط اما غير العباد اما غير سيدنا ربي الخالق سبحانه وتعالى كم مثل اذا اي شيء من اي مثل من غير شيء من تخفيف عنصري تعنصري وذي عي سلام تزرع البلان ضخي قويون تزرع أي نديري والبلايق والبلايق على يسعيش المجتمع ذين ألي يرن ألي يفكن تفريش إلو ذات أقوم ذان ودي تسوار عن أين العالي كما يث مثلا الزيت الضغر أخلاق لاق سبحانه وتعالى ذين يكون ينفعنا أو ذي لن إذفر رب فريد سيد ربي أو ذي كيستخدم تعنصري وغاية ضغر فريد سيد ربي خطر كانت تندمم والله 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 الذي لا إله غيره أسمع الدور ملك المتدق ضر حلون على ما كنت ضرات فرعون اسمه إكشمل إثسر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى داخل البحر إمرنا يوما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ولكن سيد ربي الناس يفوثك حي غصد إمرنا يوما الناس ولكن الإيمان يكثر كيف ثرى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون الكهري لكل إنسان عنصري أسماء ديو الملك المتدق ذا الرئيس آدي دمي ويجنك ويني خدمك وذي الوقت وتنفع على الندماء وثن أرث ندمينس ورسع دشو بين العين على الزدوين إذن تقويا قبل ندم أتزيد غير ولد سيد رب الخالق سبحانه وتعالى وقبل ذلك كيف هذا الحال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الطفث ذي الحبل من سيد رب الخالق سبحانه وتعالى غروة ذات فرقا إنما المؤمنون إخوة نكون ينس العبادة مثلا الذات مثلا إخلقات سيد ربي الجيوث تمطوث الجيوث والجيوث إخلقات إخلقات مرة وشاي أكلكم من آدم وآدم من دورة بيتخر الرسول صلى الله عليه وسلم ولاش الفرق يقولوا فالكان دوش الحان ولاش الفرق قالوا عرب أكد الغير نس أكد يقر وش بحنا نفين صلى الله عليه وسلم إذن ثقويا أنت ذا أين دي مربي أين دي قوين نفين صلى الله عليه وسلم أين رجع الذات مثلا أين المحبة أين ثأ المحبة يقاتل ثقمس يقاتل الذكي كان يتمثل كان يتمثل أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.